السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا للا فاطمة. كيراك داير سيدي قريبان؟ سيد طيب، انت مسميتك طيب وفعلا انت طيب، حفظك الله للا الله على مقامك للا فاطمة. كيراك داير ديال وليداتك؟ الحمد ربي ونشكره. داير صحاب البرنامج، صحاب الطاقم، كل شيء الحمد لله بخير وعلى ألف خير. نبلغ لكم تحياتي. شكرا لك للا فاطمة، وتحية كبيرة لألي وجدة. بغيت نسولك سيدي. نعم. على البيع والشراء. نعم. أنا رجلي كيبيع وشري. نعم. وبغيت نسولك البيع والشراء. نعم. قولي يعني الأرباح، لأن أنا رجلي كيبيع يخدم في البالي كما كتقولوا أنتم. نعم. المنطقة نتاعكم كتقولوا البالي. أييه. البيع والشراء قولي واش إلا كان في أكثر من نص حلال ولا حرام؟ واخا لا. يعني فسر لي، يعني بحال إلا شريت بحال 10,000 وبعت ب 20 ولا بعت ب 30 حلال ولا حرام؟ المهم فسر لي البيع والشراء. الله يرحم لك الوالدين. لالا فاطمة، سؤالك على زوجك أنه كيبيع البالي، احنا هنا في الداخل اسمه البال، وكيربح النص بالنص، يعني الحاجة يشريها ب 10 كما قلتي يبيعها ب 20، واش هذا حلال ولا حرام؟ أول حاجة اللي كيسول عن حكم الله في تدبير المال علامة الإيمان، لأن الناس كيقدروا يسولوا على قضايا الدين في قضايا مرتبطة بالحياة، قضايا النفسية، القضايا الشعورية، ولكن المال اللي هو عصب الحياة اللي كيتلقاك حريص كيسول على الدين واش حرام ولا حلال، ذاك هو محض الإيمان، هذاك هو اللي عنده الإيمان الصادق، الإيمان الحقيقي، لأن الإنسان بطبعه يحب المال، يحب المال حبا جما. القيمة ديال الكسب لالا فاطمة في البيع والشراء هو يختلف. هناك في الفقه الإسلامي كيتسمى التسعير، حكم التسعير، نديرو تسعيرة للبضاعة بواحد الثمن محدد. عندنا البضائع اللي هي ضرورية، وعندنا البضائع اللي هي قابلة للعرض والطلب في السوق، فلابد أن نميز ما بين المنتوجين. المنتوج اللي هو يا اضطراري والمجتمع محتاج ليه، هذا كيكون فيه التسعير وكيكون نسبة الربح محددة. مثلا كنلقاو السكر، الشاي، القهوة، الدقيق، الزيت، هذه كلها مواد استهلاكية اضطرارية، ما يمكنش واحد مواطن يبقى بلاها. لهذا كنلقاو الدولة كتدخل وكتقنن لنا الأسعار وكدير هامش الربح محدد، وإلا ما قدرش المواطن كدير ما يسمى بصندوق المقاصة وكتحاول تزيد من عندها، لأن داك اضطرار. لكن كيكون بضائع أخرى اللي هي غير اضطرارية، واحد بغي يبيع واحد المنتوج أنت ماشي مضطر، غتشري هاتف نقال ذكي، ماشي بالضرورة هذاك الموديل أتي غالي ولا ناقص يخضع للسوق، بعض الملابس أشكال وألوان تخضع للسوق. فالقضية مرتبطة ما بين الشاري والبائع، بين الزبون وبين صاحب البضاعة، هما أحرار. عجبتني بها الثمن غناخدها، ما عجبتنيش نخليها. إلا بات لي غالية راه شكون اللي غادي يخسر؟ مول المحل. إلا بات لي رخيصة غنشريها، أنا غنسلكو. ولكن إلا بات لي غالية وما شريتهاش والآخر ما شراهاش والآخر ما شراهاش، هو غيضيع بزز منه غادي يرخف السعر. فالقضايا المرتبطة بالأمور غير الاضطرارية فهي كتخضع للحرية بين العرض والطلب. كاين حديث كيقول لك الثلث والثلث كثير. في الفقه المالكي عدنا بأن التسعيرة أو نسبة الأرباح ما تفوش الثلث، ولكن هذا الحديث راه ورد في الإرث لما كان أحد الصحابة أبو موسى الأشعري بغى يقوم بالوصية لبناته ويقول لي أوصيهم بكل المال، قال لي لا أوصي بالثلث والثلث كثير، لئن تدر عائلتك أغنياء خير من أن تدرهم فقراء
يتكففون الناس. هذا الحديث ديال صيغة الثلث هو جاء في تقسيم التركة وفي الوصايا ديال الإرث. أما في قضية البيع والشراء دائما نميز ما بين المواد الاستهلاكية الاضطرارية هذيك فيها التسعيرة وكتدخل فيها الدولة منذ عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم الخلفاء الراشدين بدأوا بالتسعير. أول من سعر هو سيدنا عثمان ابن عفان في عهد خلافته وأصبح قانون معمول به، وصار ذلك في الأمصار والمدن والأقاليم إلى عصرنا الحديث هذا. عندنا غير قريب كان عندنا نظام الحسبة في البلاد العاملات والأقاليم، نظام الحسبة كيكون المحتسب يراقب الأسعار واش زايدة ولا ناقصة. دابا كاين الرقابة الاقتصادية داخل كل عمالة وكل جماعة، هناك القسم الاقتصادي يراقب الأسعار لكنه لا يتدخل لنا في الأمور اللي هي حرة، عجبك خوضها ما عجبك ما تاخذهاش. فزوجك له أن يبيع بما شاء، بغي يبيع يربح 10% 20% 100% هو حر، هنا حرية اقتصادية، دعه يعمل دعه يسير، لسي باسي لسي فير. امتى كيكون المشكل؟ في بعض البضائع واش هي اضطرارية ولا لا؟ بحال اليوم راه كاين جدال حتى في البرلمان كيقول لك واش الغاز البوطة واش هي ضرورية أم لا؟ نزيدوا ولا نقصوا ولا نحدوا؟ المشكل ديال المحروقات الليسونس والغازوال واش نزيدوا ولا نقصوا؟ هذا فيها خلاف. لكن كون زوجك كيبيع في البالي وكيشري بواحد الثمن وكيبيع بواحد الثمن مضاعف لا حرج، خصوصا حنا عارفين البالي غادي يشري البياسه بخمسة دراهم وغيبيع ب 20 درهم في الاخر شحال غادي يصور؟ غيصور 5 دراهم في البياسه، اذا باع 10 ديال البياسات غادي يربح في الاخر 50 درهم ولا كاع لك كثر 100 درهم، في الاخر كيبقى دائما طبقه فقيره مسحوقه. اذا لماذا نحرم عليه ونمنعه؟ قل له بيع وان شاء الله تعالى مباح ما دام الطلب والعرض. اللي هو تصوري معايا مثلا واحد كيبيع العقار، شرا طلعت لي عماره او طلعت لي واحد البنايه ب 300 مليون، الا بغى يبيع 10% غيربح في 600 مليون صعيبه، ولكن واحد شرا بياسه ب 5 دراهم غيبيع ب 10 دراهم شحال هذاك؟ هو باع 100% يلا شط لي 5 دراهم، الاخر 300 مليون 300 مليون فرق كبير. القضيه مرتبطه بمجموعة ديال القواعد. فقولي لزوجك أنه يبيع ويشتري وحالة طيبة بإذن الله. واخا لالة فاطمة الله يحفظك. بغيت نسولك نفوت لك بنتي، غادي هي تسولك على واحد أم الله يلخصك، هاي نفوت لك البنت وتقول لك على شي ذاك لابورس كانت خرجت لها وكانت واعد تطلع يعني دير صدقة. واخا مرحبا لالة فاطمة تفضل. هاي نفوتي له بنتي. سلامة بنتي. السلام عليكم. وعليكم السلام بنتي مرحبا. اهلا امي، كي داير لاباس عليك؟ حفظك الله وراك بنتي. كي دايرين كاع صحاب الطاقم و يعني الوليدات والعائله كاع مزيانين؟ والله الا كلشي بخير وعلى خير الحمد لله الشكر لله. الحمد لله الحمد لله. امي قريبا انا بغيت نسولك. نعم. ملي كنت يعني غادي كنت كنقرا في البكالوريا. نعم. يعني كنت كنطلب ربي ووعدته باش انني الا خديت البكالوريا. نعم. ان شاء الله ندير صدقه وزعما ونصوم ثلاث ايام. اييه. واه. وباش يعني ندير هذيك لابورس اللي نقبضها ان شاء الله في الجامعه ديالي. مزيان. وهذا العام يعني 2018 انا ديت البكالوريا ديالي. بارك الله. ودابا انا بغيت ندير صدقه بديك يعني الفلوس اللي كيعطيوها لنا. اييه. في لابورس. لابورس نعم. ماشي إيه؟ فلوس ياسر يعني غير ديك 90 فرنك وبغيت نعم. ندير بها صدقه يعني ولكن برك انا عائلتي كبيره بزاف، الا عرضت واحد واحد غادي يبقى في الخاطر. إيه؟ يعني الا عرضت عائلة با عائلة ما غادي يبقى في الخاطر وما عرفتش واش ندير. إيه؟ دابا انا بغيتك يعني تنصحني شنو ندير، واش ندير شي نصيب من المال ونصدقوا لشي بلاصه يعني زعما نعم. ولا شي واحد محتاج ولا نعم. تحسيني في هذا الراي يا عمي قريبا. إيه وانا كنشكرك بزاف ودعي معايا ودعي مع خوتي ودعي مع الوالده والوالد يا رب الله يصلحكم جميعا مع الاخ ديالي ربي يعني يهديه ويرجعه للطريق ويتبلى بالركوع والسجود يا رب. دعي مع الاب ديالي بالرزق الحسن ودعي مع حد خالي في اوروبا وربي بغيت يسهل عليه باش يدير وريقاته ان شاء الله يا رب. مع جميع المسلمين والمسلمات مع خوتي صغار ودعي ان شاء الله ربي باش يغيثنا يا رحمن يا رحيم. شكرا لك بنتي حفظك الله. نعم بارك الله فيك. شكرا شكرا. العفو لله. شكرا جزيلا. وحنا الحمد لله سعداء ملي كنسمعوا دائما النساء ديال هذا البلد والبنات تاع هذا البلد بهذا المستوى من الرقي في القيم الاخلاقيه والدينيه اللي هي راس المال، راس المال الحقيقي
وهو القيم الدينيه. واخا يقولوا اللي بغى يقول شي حاجه اخرى، راه القيم الدينيه راه هي راس المال الحقيقي الذي به يتحقق الفوز في الدنيا والاخره. شي الاخر متاع الدنيا كاليات للمساعده في فن العيش، والا راس المال اللي كيبقى هو القيم الدينيه. اما بالنسبه للبنيه اللي دارت واحد النذر، هذا كيتسمى نذر، الا خدت البكالوريا غدير صدقه، عطاوها لبورس. وطبعا مادام ان بنتك خدت لبورس معنى ان العائله ديالك راه فقيره، لان عارفين النظام ديال البورس ديال المنحه لا يعطى الا للعائلات الفقيره. راه داز بحث عند المقدم ديال المقاطعه، وداز بحث في المندوبيه ديال التعليم، وداز بحث في واحد المصلحه في العماله ديال الاقليم ديالكم، عاد افرز البحث ان هذه البنت تستحق المنحه لان المدخول ديال ابيها ضعيف. هذيك المنحه كتبقى دائما كتسمى النفقه، كيسموها النفقه هكا مكتوبه، كياخذوا كيعطوها للطلبه والطالبات للمتابعه الدراسه الجامعيه، مساعده غادي يخلص بها الترونسبور ديال البوس، غادي يخلص بها الاستنساخ الفوتوكوبيو، فوتوكوبيوز كيبغي يدير النسخ ديال بعض الصور فوتوكوبي، غادي يبغي يشري بها ساندويتش ملي غيتعطل في الدراسه، يعني مساعده بسيطه. البنيه ديالك في قلبها الرحمه وفي قلبها النور، وبغات دير واحد النذر دير صدقه. الصدقه هي اشكال والوان. الصدقه كتكون على الفقراء والمساكين، وكاين الاكرام، الاكرام على الناس الاغنياء. نعرض على عائلتي وحبابي وندير لهم واحد الزرده كيتسمى اكرام. تهادوا تحبوا. اما الصدقه تكون للفقراء والمساكين، ولكن انا فهمت بان المتعارف عليه في المدلول اللغوي المعروف بيناتنا كنقولوا درت صدقه وعرضت على العائله. شوف يا بنتي، الصدقه عند العائله راه ممكن دير احسن صدقه كدير من الكسكس، هذه رخيصه على الضعيف. الغني راه كيدير البسطيله والحواله مشويين والكروفيت رويال، لا داك الله يزيدو من فضله. لكن الضعيف احسن طريقه وصيه ونصيحه هي كسكسو. كسكسو كياكلوا الجميع، باش ما عندك هذيك النفقه اللي عطوك في البورس راه ممكن ديري بها حتى شحال تقريبا 10 قصايد كسكسو. ديري كسكسو وجمعي العائله والحباب وجيبي معك واحد شي حد كيقرا القران الكريم، الفقيه ديال الجامع، ولكن الفقيه راه كاين الكتاتيب القرانيه، كاين الحمد لله تما كاين استاذات كيعلموا القران العظيم، كل هذا تجي معكم راه كيفرحوا الحمد لله، ونفرحها بشي هديه ونجلسوا كاملين ونقراوا القران الكريم وناكلوا صدقه ونديروا الفاتحه. واحد النعمه عظيمه هذا الكسكسو ملي كتاكلوا مع القران العظيم كيعود هو طاقه استشفائيه. وديك الدار ملي كتقرا فيها كلام الله تعالى وكيوقع فيها الاطعام كتخرج منها الشياطين وكتملكها الملائكه. وهذاك البيت يملاه النور، وهذيك البنيه كتعود مباركه. الله يحفظك بنتي وينجحك، واسال الله تعالى ان يحفظ اخاك وخالك وكل مقربيك، الله يصلحهم ويحفظهم ويبارك فيهم، اللهم امين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.